السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع الزيوت وما الزيوت، طبعا الكل تكلم والكل بلبل وكل تذر وكل طرح وكل من أعطى المفيد. أنا عن نفسي صراحة 2016 سوبربان عند الكامري، بعد شوي راح أطلق عنها، اللي هو 2017 ماشي 112، هذا ماشي 70,000. الكيبي كنت ماشي الآن حدود 95,000. جربت أغلب الزيوت، جربت 0.20، 25، 35، اسدلك الإماراتي، اسدلك الأمريكي، الموتور كرافت التخليقي بالكامل، نص التخليقي، شل هيلكس، فوكس سيتان. جربت أغلب الزيوت، جربت بعدها بترونايز 35، جربت بعدها برضو 45، وحاليا كنت استخدم ال5W50 للاسف. يعني انا عن نفسي، وحتى سابقا كنت استخدم في مواتري سوبربان 99 والكويا لابتيما 2003. يعني اغلب السيارات كنا نستخدم لها سابقا 20-50 10-30 10-40، امورها طيبه. طبعا الى الان ما عندي انا مشكله حكم انها سيارات حديثه، لكن كثره المشاكل، كثره الاعطال، كثرة أعطال المحركات بسبب الزيت الخفيفة. لما جربت 0.20، 35، 45، 55، للأسف كلها يعني تعدت الأرقام. ولكن يعني أنا ما راح أدخل في مجال المختبرات أو أنه أتكلم في التركيبة، لأنه واضحيا اللزوجة للأسف كلها 55 اللي تعتبر أعلى لزوجة في الخمسة. طبعا الخمسة مقابل الدبليو يعني حركة التشغيل الزيت والسيارة باردة. الخمسين يعتبر له اللزوجة العالية أو مدى تماسك الزيت مع الحرارة، ولكن كلها للأسف تعتبر خفيفة ولا يعني فيها من ذاك الشيء النوع اللي ممكن يعطيك التماسك اللزوجة مع الحرارة. طبعا حتى مشاكل 2007 إلى 14 تلاقي بعضهم ما عنده مشاكل في الضغط، وتلاقيه يعني يتفاجأ مستقبلا انه عنده مشكله في التكايات وما التكايات بسبب له، لانه عندك انت المنظومه الميكانيكيه المحرك عمليه احتكاك ميكانيكي، عندك دوران عمود الكرنك على السبايك وما ادرك بالسبايك اللي هي الجلب التيمن الجلب، وعندك برضه عمود التيمن وعمليه تزييته وحركته الميكانيكيه عن طريق اللي هي سطح الجلب عمود التيمن. فلما يكون فيه اللزوجة خفيفة وتلاقي مع الحرارة تلاقي هذا اللزوجة ما تغطي الاحتكاك والحرارة العالية، فتؤدي إلى خدش، أنا أقول خدش، وبعضها تؤدي إلى توقف التكاية. هذا الجرح لما يسويه الاحتكاك أثناء عدم إعطاء اللزوجة الكاملة أو الكافية لبعض المحركات أو بعض الاستخدام، لأنه تلقى حتى الوكالات لما تستخدم 25 أو 0.20 أو 35 ما عندها مشاكل، لأنه أساساً 100,000 هذه تغطيها بكل أريحية إذا ما كان توصل معاك إلى 150. لكن لما الواحد يتعدى ما بعد 150 اكتشف أنه عنده للأسف في مشاكل أخرى. على العموم، فلما يصير في جرح في عمود التيمن أو بالتكاية راح تأثر على أداء سطح عمود التيمن. سطح عمود التيمن راح يؤدي إلى تجريح جلب عمود التيمن. فصار لما يكون في هذا الثغرة تلاقي بعضهم من 2007 إلى 14 راح يغير جلد الشخال وترمبتر الشخال أو ترمبت الزيت، ويغير منظم الضغط، ويكتشف أنه عنده مشكلة ضعف في الزيت. وبعض الأحيان يغير شريحة الزيت وتلاقي برضو عنده مشكلة في انخفاض ضغط الزيت. وش السبب؟ السبب أنه عنده الآن صار في تهريب أو ليك زي ما يسمى البعض في الجلب عمود التيمن. هذه جلب عمود التيمن بسبب الجروح صار الضغط ما يدي صح، فصار فيه تسريب فيخفف من ضغط الزيت، فتلاقيه يعني يدخل في دوامة لإصلاح الجلب. الجلب هذا عشان تصلحها في عمود التيمن ولا عمود الكرنك تحتاج إلى توظيف. التوظيف راح يكلفك أكثر من 8,000 إلى 7,000 وأعلى. فأنت عشان تغطي اللزوجة هذه تحتاج أحيانا تضطر إنك تستخدم لزوجة عالية زي 20-50. 20-50 هذه راح يغطي لك الجروح الموجودة في عمود التيمن والجلب عمود التيمن، خصوصا الجلب عمود التيمن، لأن عمود التيمن سهل التغيير، لكنه أنت لما تغير عمود التيمن المشكلة الأكبر في الجلب. كيف تغيرها؟ لازم عن طريق التوظيف، فهنا المشكلة الأعظم. فصراحة يعني بعد تجارب
وبعده مشاكل وبعده معاناة. وشوف بعض المشاكل اكتشفت أو أني أنا ما اكتشفت، مع أني مقتنع فيه من زمان، بس حبيت أنا يعني أرسي على بر، فحبيت أنه الآن أنا عندي المديرة هذه كلها حديثة، ما عندي مشاكل فيها، راح أستقر وبعون الله اللزوجة 10-40. 10-40 ليش؟ اخترت 10-40 لأنه ما أبغى زيت 20-50، لأن أنا ما عندي مشاكل في الضغط، فعشان كذا ما أحتاجه. لكن الموديلات السابقة 2007-14 صراحة يحتاجون إلى 20-50، خصوصا اللي مش عنده مشاكل في الضغط. أما الأمور طيبة يستقر على 10-40. 10-40 حتى هذه تعطي عمر افتراضي أكبر لترمبة الزيت، لأن ترمبة الزيت أغلبها ميكانيكية. ميكانيكية هذه سطحها لما يكون فيه ضعف في اللزوجة سبب احتكاك، الاحتكاك هذا بعدين لما يصير فيه في أجزاء ترمبة الزيت راح يسبب ضعف وما يكون فيه سحبية للزيت. فأنا اخترت 10-40 هذا، وخصوصا البترونايز لأنه هو الزيت الوحيد، ما هو دعاية ولا لي فضل عليهم ولا هم فضل علي، أنا أشتري بفلوسي، لأنه الزيت الوحيد اللي هو فول سنتاتيك و10-40، لأنه بالعادة 10-40 يجي نص التخليقي سواء زيت محلي أو أجنبي، خصوصا داخل السعودية. إن كان فيه زيت مستورد ويجي فول التخليقي أو تخليقي كامل فيكون نادر وبيكون سعر مبالغ فيه. هذا الزيت المناسب من ناحية السعر ومن ناحية أنه لزوجة عالية أو لزوجة عالية، وبنفس الوقت التخليقي بالكامل. التخليقي بالكامل له فوائد لأنه في نفس الوقت فيه وظائف غسيل وتنظيف المحرك وجزاء المحرك، بنفس الوقت يكون العامل الاحتكاك فيه أو معالج الاحتكاك فيه أعلى من الزيوت التخليقي أو المكررة أو المعدنية. عشان كده أنا اخترت هذا الزيت المحلي الموجود وتخليقي بالكامل. سعره مع الضريبة 12 علبة، يعني كلفنا كلها تطلع علي لما قسمها على العلبة يطلع لي حوالي 27 ريال العلبة الواحدة، يعني يعتبر أقل بكثير من بعض الزيوت اللي تلاقيها التخليقي ولزوجها 35 وسعرها مبالغ فيه. لأن أنا بنفس الوقت يعني مهما كان نوع الزيت ومهما كان مكتوب عليه الممشى، أنا عندي لا يتعدى 5000 نظامي كده، وأنا أعتبر التجربة هذه الشخصية لي أنا، ما لي أحد يعني يضطر يطبقها ويجربها. أنا هذا الكلام ممكن أطرحه لي للفائدة ولا من حبي يستفيد، لكن تبقى هي تجربة شخصية وقناعة شخصية. وراح الآن أوقف أو أتوقف عند اللزوجة هذه، وراح أستمر عليها إن شاء الله بشكل دائم. طبعا هذا الزيت الآن عندي، طبعا والله ظهر ما كمل حتى ال، طبعا بصراحة والله ما أنا متأكد هو 1200 أو 1100 أو الرحلة أو الحساب الثاني اللي هو 2600، لأنه أنا كان في واحد منهم معدله عشان صرفية البنزين وتجربة البنزين، لكن يعني كحد أقصى نقول 2500. وشوف لحظة الزيت اللي عندي، طبعا أنا ما أقول إنه في حرق، ولكنه يعني طبعا أنا ما أختبر بالشكل، لأن الشكل معروف الزيت اللي ما يعطي فعالية وينظف الشوائب داخل المحرك ما يعتبر زيت، والتقلبات الزيت بس يعني يعتبر مقبول لما يكون فوق 3000-4000، لكن على 2000 يعني شوية صعبة. طبعا لاحظ الزيت، طبعا ممكن يكون استخدامي يعني أنا نوع شوي من الشاق زي ما يقولون، لكن لاحظوا يعني هذا 55 يعني يعتبر لزوجته نوعا ما جيدة، ولكن 55 برضو يعني يعتبر خفيف وحتى نادر الوجود، أو الزوجة هذه نادر تكون في السوق. فالأفضل الزوجة الأعلى 10-40، والزوجة 10-40 تعتبر وسطية ما بين الخفيف وما بين الثقيل، خصوصا للسيارات اللي ما عندها مشاكل. والناس اللي ماسكة على كلمة توكسس، فعلامة توكسس هذا اللي في الزيت واللي مكتوب عليها برضو مخصصة لسيارة الجيم، للأسف هي علامة تجارية أو منظمة ولكنها ليست خليط في الزيت، عشان نقول والله الزيت هذا لازم يكون مخصص لسيارة الجيم. فسيارة الجيم تقبل أي زيت مهما كان، حتى لو سيارة من 2015 إلى 2020. صحيح أنه منظم الضغط صار عندنا كهربائي، ولكن لما في مشكلة سيارات السيارة السلفراد وتاهو يوكن في ناس مستخدمين 20-50 وأمورهم طيبة، 15-40 وأمورهم طيبة، حتى سيارة الدوج، سيارة الدوج 8 سلندر تعتبر زي تاهو يوكن، ودائما عندهم مشاكلهم نفس مشاكل التاهو، التكاية ثم التكاية، ولكن الناس اللي تستخدم 20-40 أمورهم طيبة وتحسنت أفضل. فما في عندك أي مشاكل واستخدمت اللزوجة 10-40 أو 20-50، ولكن البعض للأسف صار يعني عنده وسوسة أنه لازم يستخدم زيت يكون عليه علامة توكسس. علامة توكسس هذه علامة تجارية فقط، في زيوت أفضل منها وأطلق منها، لكن ما تسمح لنفسها أنها تعطي للشركة المنافسة أنها تعطيها العلامة هذه. هذا بس ما بالتوضيح.
طبعا هذا تشغيل المحرك. طبعا ما شاء الله تبارك الله، عندي من اول ما عندي مشاكل، ناعم على 35 على 45 ما عندي مشاكل فيه، ولكن هذا التشغيل الان بعد ال 10-40. طبعا عندي هذا الرحلة مصفرة، فصلحية الزيت، طبعا صلحية الزيت تحتاج الى تصفير وكل تغيير الزيت. وراح الان راح نطبق على الكامري وعلى الكيا البيكاب. طبعا هذا الكامري ماشي 112 وشوي، طبعا الزيت السابق كان نفسه للزيت هذا. طبعا دائما استخدم سياراتي زيتها كلها موحدة، حاليا استخدم الزيت هذا. طبعا هي تاخذ 4 لتر و400 ملي، انا دائما اعطيها من عندي زيادة 200 الى 100 ملي زيادة من باب الاحتياط او من باب الزيادة. طبعا ما راح يضر 100 200 ما راح يضر. ايضا عند السوبر بان ياخذ 7 لتر و600 ملي، انا دائما اضع له الى 8 لتر كاملة، بعض احيانا الى 70 ملي. ولكن من باب الافضل تشغل السيارة نص ساعة وتطفيها وتقيس بعد نص ساعة وتشوف القياس صح، ان كان زايد تنقص وان كان فل الحمد لله، وان كان ناقص زود. هذا الاجراء السريع. طبعا هذا الممشى 112700. طبعا انا بالعادة عندي ما استخدم او ما اعتمد على الحساب الكيلوات الممشى البي والاي، انا دائما اعتمد على التصوير على الكيلوات الرئيسية واعمل بعدها كل 5000 واشيك بين التصوير السابق وبين الممشى الحالي، وكذا اعمل حسابي عشان لو تصفر عليه العداد هذا، لان ممكن هذا يصفر معي باي وقت. طبعا ماشي الان 1700 فممكن يصفر معي ويتلخبط علي، فانا دائما امشي بالممشى الرئيسي، بمشى الرئيسي عن طريق التصوير اصور الكيلوات الرئيسيه واعمل كل 5000 واغير الزيت. وهذا المحرك. وطبعا انا اثناء تغيير الزيت دائما اسوي اجراءات الصيانه، تنظيف فلتر الهواء وتنظيف الفلتر المكيف في جميع السيارات، لانه انت الان قيس على بال ما ينزل الزيت بالكامل ويوقف الزيت هذا، انت ما سويت اجراءات الصيانه كذا بعدين ترجع تقفل الصوره وتعدي. هذا الان على الكامري، باقي راح نطبق ان شاء الله على الكيا البيكاب. طبعا الان انا بعبي الزيت ال 1040، ولاحظوا معي سرعة الانتشار وسرعة انكباب أو تحول الزيت بشكل أسرع أو بشكل سريع. لاحظوا إيش الفرق يعني، هل بيكون هذا ثقيل على المحرك؟ إذا كان أنت الآن الزيت لسه بارد ووضع العلبة وتحوله بهذا الشكل السريع، هل بيكون معناته ثقيل داخل المحرك؟ أي إذا كان 1040 فما بالك بالتصوير مع 35 أو 45 أو غيرها. لاحظوا معي الآن، لاحظوا يعني هذا بالله يعطيك ثقيل. اين الثقل اذا كان بهذا الشكل وبهذا الخفه؟ ولاحظوا القطر او قطرات الزيت، هل يعني هذا ثقيل؟ لاحظوا خفه القطرات يعني يكاد تروح مع الهواء، فاين الثقل في الزيت هذا اذا كان تقول ثقيل؟ فاعتقد حتى 5 أو 20-50 ما هو ذاك الثقل، ولكن لزوجه عاليه، واللزوجة هذه حتى تشعر فيها أنت حتى بلمس اليد الفرق بين العشرين خمسين والعشر أربعين والخمسة ثلاثين. أنا طبعاً مغير الآن 1040 وكأنه عندي مختلف من ناحية اللزوجة، لكن قد يفرق التماسك، وقد يفرق لأن الآن لو حط 35 بتكون شكل القطرات أسرع وأخف، فهذا يعطي تجربة واقعية أن الزيت ما هو خفيف. طبعا هذا عندي ممشى تقريبا 95700.